خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحا للعالم السلام واحفظ بصليبك قدوسان الله قدوسان القوي قدوسان الذي لا يموت ارحمنا Αγίος ο Θεός, Αγίος εις Κύρος, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. المجد للآب والابن والروح القدوس. كنين كأي كيستوس أناستون أونون آمين. مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب
والإشادة لاسمك أيها العلي بشفاعة واردة الإله يا مخلص خالصنا يخبر برحمتك بالغداة وفي الليل بحقك بشفاعة
تستنكف من تناول الآن الخبز جسدك ودمك الإلهي، ولا يكن اشتراكي أنا الشقي في أسرارك الطاهرة الرهيبة أيها السيد للدينونة، بل فليصر لي للحياة الأبدية الخالدة. أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس لله، قدوس للغاوي، لا يموت.
منطقهم ولا المسكونة كلامهم السماوات تذيع مجد الله والفلك يخبر بأعمال يديه صفيا فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما الحكمة فلنصغي يا إخوة نحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس إنما يخاطب به الذين في الناموس لكي يسد كل فم ويصبح العالم كله مجرما إلى الله إذ لن يبرر بأعمال الناموس أحد من ذوي الجسد أمامه لأن بالناموس قد عرفت الخطيئة وأما الآن فقد اعتلنا بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى جميع الذين يؤمنون وعلى جميعهم بلا فار لأن الجميع قد خطئوا فيعوزهم مجد الله فيبررون مجانا بنعمة الفداء الذين بالمسيح يسوع الذي سبق الله فجعله كفارة بالإيمان بدمه
لإظهار بره بأغضائه عن الخطايا السالفة، إذ احتملها الله ليظهر بره في الزمان الحاضر حتى يكون هو انبارا ومبررا من آمن بيسوع. الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي قال الرب للذين آمنوا به من اليهود: أنا خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي لا يموت كل من يأكل منه. أنا الخبز الحي النازل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي الذي سوف أعطيه من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في أنفسكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير حقا. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. صاحب السيادة، المطران المحبوب ويليام الشوملي، الأب الفاضل بنيامين شمعون،
راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، عطوفة مندوبي أميني عمان الأكرم، صاحب المعالي أصحاب العطوفة المغطس، Your Excellency the Ambassador of the beloved Norway الدكتور الفاضل، أيها الأحبة على مختلف رتبكم ومواقعكم، مرحبا بكم في أم الكنائس، مرحبا بكم في هذه الأمسية التي نطل فيها على عمان، عمان التاريخ والخير والفعل والإنجاز وحاضر العزم والبناء والتشييد. مرحبا بكم مجددا في هذه الكنيسة التي أرادت الكنيسة المؤسسة أن تكون معلما، فكانت هذه الكنيسة لتشاد بجانب كاتدرائية فيلادلفيا عمان القديمة عبر هذا الشارع، كاتدرائية فيلادلفيا من القرن السادس، فكانت هذه الكنيسة لتشهد في عام 1932 مولد أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الكاثوليك. نحتفل بمرور 87 سنة، شيدت هذه الكنيسة في عام 1931، ولكنها أصبحت مطرانية في عام 1932، وكان أول أسقف لهذه الكنيسة، لهذه الكاتدرائية ولهذه الأبرشية، المطران الورع الفاضل المثلث الرحمات بولس سلمان، الذي عرفته ديارنا الأردنية، فكان رسولا للحب والخير والتقى، وكان أيضا أديبا وخطيبا مفوها، فكان يشهد له الذين عرفوه، وأبرزهم الملك المؤسس في حينه الأمير عبد الله الأول الذي كان صديقه مطراننا هذا، وهو الذي عرف الجميع عنه أنه سجل أول وثيقة، والوثيقة تكاد أن تكون الوحيدة، عن الحقبة التي عاش فيها عندما كان خادماً كاهناً للرعية هنا بين عام 1911 و1919، وفي عام 1932 كان أول مطران للروم الكاثوليك في هذه البلاد المحبوبة. نحتفل بأم الكنائس التي تتكئ بوقارها على سفح الويبدة، وتحكي شهادة تاريخ أرضنا الخاشعة بين يدي الإيمان، وظلت هذه الكنيسة التي بنيت بمحاذاة كاتدرائية فيلادلفيا لتعكس واقع محبتنا وتآخينا في أرض المعمودية والوئام، لتكون أول كاتدرائية تحتضنها العاصمة عمان، ورافقت نموها التاريخي والحضاري مثلما رافقت تأسيس إمارة شرق الأردن. وكانت هذه الكنيسة محط اهتمام ورعاية الهاشميين منذ عهد الملك المؤسس، ولا ننسى في هذه الكنيسة عندما شرفتنا صاحبة الجلالة
الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وشاركت معنا في احتفال خاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد في عام 2009 لتوزع بيدها الكريمة الهدايا على 250 طفلاً من أطفال مجتمعنا المحبوبين، وذلك بعد أن انتهينا من أعمال الترميم والصيانة لهذه الكنيسة المعلم. وأذكر هنا بكل الشكر والعرفان أن أمانة عمان الممثلة بمندوب أمينها النشيط قد تكرمت فأنشأت جداراً استنادياً يحمي هذه الكنيسة في عام 2002-2003، ولذلك يتأكد نهج دولتنا النابع من مدرسة الحكم الهاشمي في احترام مكونات مجتمعنا ووطننا، وفي مقدمتها بيوت الله التي ترفع فيها آيات التسبيح والتهليل والتمجيد إليه تعالى. نحتفل في هذه الكنيسة التي تحمل اسم القديسين بطرس وبولس المتقدمين في الكرسي على بقية الرسل 12، ونتذكر أيها الأحبة ونحن نحتفل بعيدهما الرسالة الأسمى في اتباع السيد المسيح، والتي تقتضي منا جميعا أن نكون شهودا للمحبة والخير وصناعا للسلام. ولهذا ليس غريبا أن تروا في أفياء هذه الكنيسة المحبوبة الكنيسة الأم مركزين اثنين، أولهما مركز التعايش الديني الذي أسسناه مع شيخنا الراحل عز الدين الخطيب التميمي الذي كان قاضيا للقضاء ومستشارا لجلالة الملك للشؤون الإسلامية، وذلك ببركة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، مثلما تحتضن هذه الكنيسة مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار، وكأني بهذه البقعة الخيرة المباركة تفاخر حاضرها الهاشمي بماضيها وتاريخها على هذه التلة التي كانت وستبقى شاهدة على حضور عربي مسيحي في أرضنا المقدسة التي سجلنا فيها أطول مسيرة للتعايش الإسلامي المسيحي على مدى 14 قرناً، وسيبقى نموذجاً هذا النموذج الذي يتحقق بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات وحامل حب الكون واحترامهم، وهو الذي رأيناه هذا الاحترام يتمثل في فوزه جلالته حفظه الله بتمبلتون، ثم مروراً إلى مصباح السلام، ومروراً أيضاً بالمبادرات الهاشمية التي أشاد العالم بها واحترمها. هذه الكنيسة كانت وستبقى شاهداً للمسيح، وستبقى تحمل رسالة السيد المسيح في المحبة، في الانتماء للسماء ولتراب هذا الوطن المبارك. أصافحكم جميعاً وأعايدكم جميعاً لأنكم جميعاً أبناء هذا الوطن ومحبو هذا الوطن، ولأنكم تعززون رسالة السيد المسيح والكنيسة القائمة على الوصول إلى الآخر، بل أن نظهر للآخر حباً واحتراماً. كانت هذه الكنيسة وستبقى هذا الشاهد 87 عاماً مرت، هي التي تؤكد على أن إرادة الخير هي التي تنتصر، وأن إرادة الحب هي التي تتفوق، وأن إرادة الأمل والرجاء هي التي تسود. أحبتي كل عام وأنتم بخير، كل عام وكنائسنا ومساجدنا
بألف خير، وكل عام ووطننا بخير، مهنئين باسمكم جميعا مجددا صاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك ملك الوئام بعشرين سنة من الإنجاز. Your Excellencies, our dear guests. This is the Mother of Churches, which was erected in 1932. This is St. Peter and Paul Church, the Mother of Churches. The first Melkite Cathedral of Amman was built in 1931 in the vicinity of the 6th century Cathedral of Old Amman. It brings to the present of the city the story of the old cathedral of Philadelphia, once a monument, along with the Roman amphitheater and the Amman citadel. The Greek Melkite Catholic Archeparchy of Petra, Philadelphia and Transjordan was erected by the Apostolic Cassidus of Pope Pius XI on May the 2nd, 1932. On June 5th, 1932, Father Boulos Salman was consecrated by Patriarch Kirill Mghabghab to become the first bishop of the Archeparchy of Jordan. Monsignor Salman, known for his closeness and friendship with the late King Abdullah I, founder of the Hashemite Kingdom of Jordan, published in 1929 the unique reference about Jordan, 5 years in the Transjordan. He died in 1948 in the country that he loved and was buried in the courtyard of the cathedral that he served. The renovation of the church was completed in 2003 with the help from the Greater Amman Municipality. A retaining wall was constructed to preserve this church. St. Peter and Paul Church provides its visitors and worshippers a great sense of the historical flavor of culture, history, and coexistence. Thank you. أهلا وسهلا جميعا. أهلا وسهلا بالحضور الكريم من أصحاب السعادة والفخامة والسيادة. بعد مرور 87 عاما على إنشاء كنيستنا، تتقدم كنيستنا ممثلة بقدس الأب نبيل حداد كاهن الرعية بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل شخص ومؤسسة ساهمت بدعم الكنيسة وكانت في فكره وقلبه ومن خلال مساهمته على مدى أيام هذه الكنيسة. بداية نتقدم بالشكر إلى المؤسسات التالية. نتقدم بالشكر إلى أمانة عمان ممثلة بالسيد أمين عمان الكبرى. جمعية الكاريتاس الأردنية. قناة نورسات الفضائية. كما نشكر أيضا الأفراد الذين قدموا خدمات جزيلة لهذه الكنيسة. السيد صالح نفاع. عائلة السيد صلاح نفاع. عائلة السيد فؤاد عماري. عيسى فؤاد عماري. عائلة السيد رجائي جورج خوري. عائلة السيد رجائي جورج خوري.
عائلة المرحوم فوزي سليم حداد. المهندس رامي إبراهيم قاقيش. عائلة المرحوم جورج أبو زيد. جميعنا وجميع المشتركين معنا في هذه الكبيرة الإلهية.
هذه الذبيحة الإلهية الطاهرة نشترك جميعاً في تقديمها من أجل أن يوفقكم الرب الإله في جميع أمور حياتكم، ويرسل سلامه إلى قلوبكم وبيوتكم، ويشفي مرضاكم، ويرد غيابكم سالمين وغانمين، وينيح نفوس موتاكم. ومن أجل بلدنا، من أجل ملكنا وجنده وحكومته، ومن أجل شعبنا، ومن أجل أن يبقى هذا الوطن آمناً مطمئناً، وليحفظ الرب الإله جميع أسرنا وعائلاتنا لكي يكونوا مثالاً في الوداعة والمحبة والوئام، ويوفقكم جميعاً كل حينٍ الآن وكل أوان. جميعكم ولروحك. نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة بالآب والابن والروح القدس. المسيح فيما بيننا، نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة، نعترف بإيماننا المسيحي، فنقول معا: نؤمن بإله واحد، آب ضارد الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب قبل كل الدهور، نور النور، إله الحق، إله الحق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن بشر، ومن أجله خلاصنا، نزل من السماء
تجسد من قلوبنا إلى العلا. هي عند الرب أشكرن الرب واجب وحق. واجب وحق أن نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي بوصف ولا يحد عقل ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود الكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما لنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة والأبوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة، محلقين وطائرين منبئين بنشيد الظفر، هاتفين وصارخين وقائلين: قدوساً 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 رب السماء والأرض مملوءتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي مبارك هذا.
نغبطك يا والدة الإله دائمة الغبطة والمنزه عن كل عيب وأم إلهنا يا من هي أكرم من الشروبي وأمجد بلا قياس من السرافي يا من ولدت الله الكليمة ولبثت بتولا إنك حقا والدة الإله إياك نعظم ولأجل القديس النبي السابق يوحنا المعمدان والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين بطرس وبولس اللذين نقيم تذكارهم اليوم وجميع قديسيك افتقدنا اللهم بتضرعاتهم اذكر يا رب الذين سبقوا فرقدوا على رجاء القيامة للحياة الأبدية وأرحهم حيث يشرف نور وجهك نتضرع أيضا إليك فاذكر يا رب جميع الأساقفة المفصلين بإحكام كلمة حقك وجميع الكهنة والشمامس الخدام بالرب وسائر الإكليروس نقرب لك أيضاً هذه العبادة الروحية لأجل المسكونة كلها ولأجل الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية ولأجل عائشين في النقاوة والسيرة الحميدة ولأجل ملكنا وجميع جنده وبلاطه أعطهم يا رب أن يكون عهدهم سلامياً فنقضي نحن أيضاً في ظل أمنهم حياةً مطمئنة واذعة بكل تقوى ووقار اذكر يا رب أولاً الحرب الروماني بابا فرانسيس بابا روما الطباوي وبطريركنا يوسف المغبور وأبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وأنم على كنائسك المقدسان يكونوا في سلام وصحة وكرم وعافية مددين يا مفصلين بإحكام كلمة حقك قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين كيريا لا إيسان
نصلي الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح، بأن ندعو الله أبا لنا نحن الخطأ، فنقول معا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء، جميعكم ولروحك ونفوسكم لك يا رب. بنعمة ابنك الوحيد ورافتي ومحبتي للبشر التي أنت مبارك المعظم روحك القدوس الصالح والمحيي لا ما أمنا بالك وإلى دهر الداهرين. آمين. اقبلني اليوم
شريكا. إن المسيح إذا حب خاصته وللغاية أحبهم منحهم جسده ودمه مأكلا ومشربا اللذين نحن الآن نسجد لهما بوقار مكرمين ونهتف إليه بورع قائلين المجد لحضورك أيها المسيح المجد لحنوك المجد لتنازلك يا محب البشر وحدا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة فقوم طرقنا ثبتنا جميعا في مخافتك صن حياتنا وابطن خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة إله المجيد مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد
أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى الطريق بسلام. بسم رب يا رب ورحام. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك بسلام، قدس المحبين بهاء بيتك أن تعوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملكنا وبلادنا ولجيشنا ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس، أنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إلى الرب نطلب بركة الرب ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته البشر كل حين الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح إلى رجاء المجد لك، يرحمنا المسيح إلى الذي قام بين أموات ويخلصنا بشفاعة أمه سيدتنا الجاملة الطهارة والدة الإله الدائم البتولية مريم والقديسين بطرس وبولس صاحبي هذه الكنيسة المقدسة والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبينا في القديسين يوحنا فم الذهب رئيس أساقفة القسطنطينية واضح هذه الخدمة الشريفة، والقديسين الصديقين جدي الإله واكيم وحنا وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب البشر